قال سعد بن أبي وقاص: كان حمزة يوم أحد يحمل سيفين ويقاتل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهز سيفه ويقول: أنا أسد الله. الذي يقرأ سيرة حمزة لا يمر برجل حتى إلا ويقتله. ما في زول بيقف قدام حمزة إلا حمزة بقتله، ما في أبدا. نستفيد من سيرته فوائد، منها أن يكون العبد شجاعا مقداما في الخير وفي الحق. ومن الفوائد العظمى أن يناصر العبد الدين كما ناصر حمزة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه: لا تكاد تجد مسلما إلا ويحب حمزة رضي الله عنه، بل إذا ذكر حمزة ذكرت الشجاعة وذكر نصر الإسلام وذكرت القوة، حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله، قال: حمزة ابن عبد المطلب الإمام البطل الضرغام، قال: الشهيد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، القرشي الهاشمي المكي ثم البدري المدني رضي الله عنه، أبو عمارة، أمه هالة، قال ابن الجوزي رحمه الله: أمه هالة بنت أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. كان له من الولد يعلى وعامر، أسلم رضي الله عنه في السنة السادسة من النبوة، يعني قبل الهجرة بأربع سنوات بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. حمزة كان شجاعا ويعرف بذلك حتى في الجاهلية، ويذهب إلى الخلاء وإلى الأودية، بل قيل أنه كان يصطاد السباع الأسود. وجاء ذات يوم فدخل مكة فسمع جارية تقول، قالت له: إن أبا جهل أو إن عمرو بن هشام سب محمدا سبا عظيما ونال منه. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال محمد بن كعب القرظي قال أبو جهل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كلاما شديدا وسبه، فبلغ ذلك حمزة فدخل المسجد مغضبا فضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحته، وأسلم حمزة فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يا داخل، بعدين قالوا له أبو جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عمره قريبا منه في العمر، وهو أخوه من الرضاعة كما أنه عمه رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فجاء إلى أبي جهل ومعه قومه، وأبو جهل براه ذول عاتي، ذول تخين وذول عظيم الخلقة، وهو إمام في الشر وفي الضلال، جر على قومه الخيبة وعلى نفسه، وقتل شر قتلة وأذله الله في الدنيا فكيف بالآخرة، وهو عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بهابوه، أبو جهل الناس بهابوه، فحمزة جاب القوس وضربه في رأسه وقال: ردها علي إن استطعت، أتضرب ابن أخي وأنا على ملته؟ أنت ضاربه عشان الدين، أنا على ملته. فقام بعض قوم أبي جهل وحمزة لا يخاف منهم واحدا، فقال: دعوه فإني أكثرت على ابن أخيه. طيب، حمزة رضي الله عنه كان من أشجع الناس. قال علي رضي الله عنه: لما كان يوم بدر ودنا الناس، أو لما كان يوم بدر ودنا الناس منا، إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، يعني بيقول المسلمين بيجاي المسلمون وبيغادي الكفار،
لما انقربوا من بعض قال إذا رجل منهم على جبل له أحمر، على جمل له أحمر، رجل من الكفار يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لحمزة من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ فجاء حمزة فقال هو عتبة ابن ربيعة وهو ينهى عن القتال، يعني في بداية الأمر. قال فبرز عتبة وشيبة والوليد، ذي المرقوا بر صف المشركين وجايين على شنو؟ على المسلمين. عتبة وشيبة والوليد، فقالوا من يبارز؟ قالوا للمسلمين من يبارز، مرقوا ديل من رؤوس الكفار. فخرج فتية من الأنصار، وهذا من شجاعة الأنصار ومن شجاعة الصحابة، خرج فتية من الأنصار ليبارزوا هؤلاء الثلاثة. فقال عتبة لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا، يجوا ناس من أهلنا، عشان تعرف الدين ده فرق. وده يا جماعة فائدة، إنسان يقدم الدين على كل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه على الحق، كان عارف أنه على الحق ولا يحسده، وكان يحب انتصاره وانتصار دينه، ومع ذلك لما صار بين أمرين، بين اختيار الحق وبين الأهل، ضعفت نفسه فاختار هؤلاء فمات على الشرك والكفر. قال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة ابن الحارث، ده عمه وذلك أولاد عمه، علي ابن أبي طالب وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. هكذا هنا في صفة الصفوة وفي سير أعلام النبلاء قال الذهبي فبارز حمزة عتبة، عتبة ده من عظماء، فقتله حمزة رضي الله عنه. الذي يقرأ سيرة حمزة لا يمر برجل حتى إلا ويقتله، ما في زول بيقف قدام حمزة إلا حمزة بقتله، ما في أبدا. وما ذكر أنه قطعت أصبعه أو يده أو كذا، الذي يقف أمامه يقتله. بل قال الذهبي رحمه الله في السير قال سعد بن أبي وقاص لما ذكر بعض الإسناد، قال سعد بن أبي وقاص كان حمزة يوم أحد يحمل سيفين ويقاتل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهز سيفه ويقول أنا أسد الله. مقتل حمزة رضي الله عنه فيه قصة. جاء عبيد الله ابن عدي فقال لوحشي ألا تخبرنا بقتل حمزة، ألا تخبرنا بقتل حمزة، يعني كيف قتلته؟ فقال وحشي نعم، قال إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي، يعني ببدر، في يوم بدر. طعيمة هو عم جبير رضي الله عنه، جبير بن مطعم، عمه طعيمة ابن عدي، وذاك جبير ابن مطعم ابن عدي. جبير لم يكن مسلما في ذلك الوقت، ثم تاب الله عليه فأسلم، وهو والد سعيد بن جبير، وهو من أئمة التابعين، ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى في وقتها. إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ببدر، دار اذكر المناسبة الخلات قتل شنو؟ حمزة. وشوف وحشي ذاته ما جاء يا حمزة في وجهه، الرجل ده قلت لك ما بزول وقف قدامه إلا قتله،
وكان ظاهرا كما سيذكر وحشي إن شاء الله تعالى في هذه القصة نذكرها. يعني كان ظاهر، قال وحشي كالجمل الأورق، ظاهر في المعركة وشايل سيفين، وأي ذول قدامه بقتله، بل كان يطعن في المشرك أمامه ثم يقتله، وأحيانا يسبه بأمه، وأعني بسبه أنه يتنقصه يعني بالحق كما سيأتي في قتله لسباع، ودما قدح بل دمدح. قال إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم، كان المولى بتاع شنو وحشي، قال لي لو قتلت حمزة، لأن حمزة قتل عمي، لو قتلته أنت حر، دي مناسبة شنو القتل. وهذه القصة في البخاري، في صحيح البخاري. طيب، قال فقال لي مولاي جبير بن مطعم ابن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، إلى أن قال وحشي خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع، سباع ده من المشركين، وأمه كانت تعمل خاتنة تختن النساء. قال خرج سباع فقال هل من مبارز، هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة فقال يا سباع يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور، أتحارب الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه، شد عليه حمزة رضي الله عنه حتى قتله فسقط رأسه. قال وكمنت لحمزة، يعني عملت له شنو كمين، واللفظة دي جاءت في هذا الكتاب وهذا الأثر في البخاري، وجاءت في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، يعني أنا دسيت له تحت شنو صخرة، ما جاء عديل ذاته، شايف تحت الصخرة، شايف حمزة يقاتل، حتى أقبل حمزة على الصخرة وهو يقاتل في الناس فرماه وحشي. طيب، قال حتى مر علي وحشي، قال حتى مر علي حمزة، يعني مر في أثناء قتالي، لم يمر من أجل شنو وحشي، لأنه كان تحت الصخرة أو كان مختبئا بالصخرة أو يكمن له بهذه الصخرة. قال حتى مر علي فلما أن دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته، الصحابة ذي ابتلوا، قال فأضعها في ثنتي، الثنة الموضع الذي فوق العانة، وضعها في ذلك الموضع حتى خرجت من بين رجليه، يعني من أمامي حتى خرجت من بين رجليه. قال فأضعها في ثنته حتى دخلت بين وركيه، وكان ذلك آخر العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة، هكذا قتل حمزة رضي الله عنه. قال وحشي فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، ثم بعد ذلك أسلم وحشي وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وحشي؟ قلت نعم. وفي رواية ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، سأله عن قتله لحمزة فأخبره بقتله كيف كان ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت قتلت حمزة؟ قلت، قال وحشي قلت قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله. قال أما تستطيع أن تغيب وجهك عني، يعني لا أريد أن أنظر إليك وقد قتلت حمزة. قال فرجعت، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب
قلت لأخرجن إلى مسيلمة. طيب يا جماعة، كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينظر إلى وحشي، هل يفهم من هذا أن وحشي ليس من المسلمين؟ لا يفهم من هذا الأمر، بل وحشي أسلم وقال كلمة تدل على صدقه في إسلامه وفي إيمانه، ستأتي إن شاء الله تعالى، وفعل فعلا أراد به أن يكافئ قتله لحمزة، وهو أنه قتل مسيلم الكذاب. طيب، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة؟ قالها لأمرين: الأمر الأول لشدة حبه لحمزة رضي الله عنه، لا يريد أن يتذكر ذلك الموقف. الأمر الثاني ليسلم صدره صلى الله عليه وسلم تجاه وحشي، لا يريد أن يوغر صدره صلى الله عليه وسلم بشيء تجاه مسلم أسلم والإسلام يجب ما قبله. وخرج مسيلمة الكذاب، قال: فرجعت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. وزول مما أسلم خلاص الإسلام يجب شنو ما قبله، لكن من صدقه رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان. ووحشي قال عن نفسه: لا يكاد يخطئ لي مرمى. قال: أنا من أرمي الحرب لا تكاد تخطئ. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان. قال: وإذا رجل قائم من ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه. قال: في واحد طويل كأنه جمل أورق خرج من ثلمة جدار، في شك بتاع جدار وجمارق منه، وهو مسيلم الكذاب. قال: فأرميه بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفيه. رماه. قال: ودب إليه رجل من الأنصار بعد أن رماه وحشي. هذا الرجل جاء في سير أعلام النبلاء أنه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه. ودب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، يعني بداه شنو وحشي، وتاني أبو دجانة شنو تم راسه. في بعض العلماء قالوا غير أبو، لكن في السير هو أبو دجانة. طيب، وذكر رجلين آخرين. قال: فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت. الجارية دي تابعة لمسيلمة، تابعة لما شافت وحشي وكذا وحشيا. قالت: جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، قتله العبد الأسود. انفرد بإخراج الإمام البخاري. طيب، لما قتل حمزة رضي الله عنه جاءت صفية بنت عبد المطلب وهي تحب حمزة وتجله، فجاءت ومعها ثوبان، أخذت هذين الثوبين وتريد أن يوضع الثوب والآخر على حمزة رضي الله عنه. طيب، قال الزبير: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت تشرف على القتلى، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراهم. ما دائرة تشوف شنو القتلى وفيهم حمزة وهو أخوها. فقال: المرأة المرأة، يعني إلحق بالمرأة. قال للزبير: إلحق بالمرأة. قال: فتوسمت أنها أمي صفية، فذهب فوجدها صفية رضي الله عنها. قال: وكانت امرأة جلدة صبورة رضي الله عنها. قالت: إليك لا أرضى لك، يعني اتركني وإلا لم أرضى عنك.
رضي الله عنها وعنه. شوف المرأة والصحابية دي واحترام للنصوص، سمعت بموت أخيها بأنه قتل شهيدا رضي الله عنه، وهي تحبه وتجله، وكان لحمزة مكانة بين أهله بل وبين الناس، فجاءت وهي مقبلة تريد أن ترى أخاها وتحمل بيدها ثوبين، فقالت لولدها الزبير: إليك لا أرضى لك. قال: فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك، يعني قال كلام عزيمة ما فيه مجامل ولا كلام بيحتمل. قال: فوقفت. طوالي شنو وقفت؟ فالناس اللي بعظموا النصوص كيف؟ رضي الله عنهم جميعا. وأخرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه بهما. ومعلوم أن الشهيد لا يغسل إلى آخره، لكن يوضع عليه الثوب كما ويكفن كما فعل بحمزة رضي الله عنه، وكما فعل بمصعب بن عمير كما ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء، يعني خجلنا أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. قال: فقلنا لحمزة: ثوب وللأنصاري ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر. قال: فأقرعنا بينهما، يعني رمينا القرع. قال: فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له، يعني صار من نصيبه ميتا ميتا. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر الإمام المحدث المعروف المصري رحمه الله تعالى. طيب، حمزة وضع في القبر ومعه عبد الله بن جحش كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عبد الله بن جحش هو ابن أخت حمزة، يعني حمزة خاله رضي الله عنهما، فهو إمام بطل كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. نستفيد من سيرته فوائد، منها أن يكون العبد شجاعا مقداما في الخير وفي الحق، ومن الفوائد العظمى أن يناصر العبد الدين كما ناصر حمزة النبي صلى الله عليه وسلم. تناصر الدين ده ما تخذل الدين، لأنه كثير من العوام سمعناهم بآذاننا يقول لك نحن الجامع صح، بيجوا ناس يتكلموا كلام سمع أو كلام في التوحيد، وفي ناس بيمنعون، ونحن والله بنسكت بس ما دارين فتنة، وبنسكت ما دارين مشاكل أهلنا. الدين يا جماعة لابد الزول يناصر أهله ويناصر هذا الدين، وخاصة التوحيد الذي صار الكثيرون يأبى الكلام فيه. دار مناصرة، ما تقول ده خالي وده عمي وده كذا، قول لي يا خال بالراحة الزول بيتكلم في الدين، ما تقف ضده. قال لك لا وكذا 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 وكذا، ناصر الدين، ناصره، ما تكون موقفك موقف سلبي، تسكت تشيلني على هذاك تمره. وإلا الليلة الناس يتسلطوا على المساجد بسكوت الكثيرين، بل والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أرى أن من أسباب البلاء في هذه البلاد المعاصي والذنوب والشرك والصد عن دعوة الله تعالى. هس يوم الجمعة مشينا سوق ليبيا، مشينا ليبيا هناك، جاء صلاة العصر، المسجد قدر ده، يعني مسجد ذات صغير قدر ده وزنكي. بعد دخلنا جوا لقينا يافطة زي دي ممنوع الحديث،
أمس دخلت مسجد منعا باتا، ديلا كمان تموعا باتا برضو في مسجد هناك في الفتيحات مع الاسطوب بتاع المربعات، ديلا قالوا أول شيء الكلام ما يزيد عن كذا 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 دقيقة، واثنين لابد الزول المتحدث يعرف نفسه وحالته الاجتماعية، يعرف نفسه تعريف كامل. يعني دار تتكلم أحمد البدوي مجاهد أحمد منصور، عندك كم مرة وكذا، عندك كم ولد كذا، أول شغل وين؟ معقولة يا أخي؟ أنت دار تطلع لنا رقم وطني؟ كل هذا البلاغ في المساجد. في مسجد برضو لقيته ده في جهة الخرطوم، قالوا بعد الصبح لا يزيد الكلام على 3 دقائق، ده من الصباح صاحيين زهجانين، 3 دقائق قال ما يزيد الكلام. المساجد دي في البلد دي صلت على تسلط والله الذي لا إله غيره، الناس ما بيخجلوا ولا بخافوا الله سبحانه وتعالى. يا أخي انت لو في بيت رئيس ولا وزير بتعلق ورقة هسي تخش بيت وزير، السلام عليكم سعادة الوزير كيف جيناك زيارة، امشي يسوي لك الغداء ولا يأمر خدمه ونازه، انت تدق لك ورقة طلعها من جيبك، ممنوع الحديث والإزعاج في بيت الوزير، لو في إزعاج تقدر تعمل كلام تدقها في 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 وطل الخاصة بتاع الوزير؟ ما بتقدر، بتخاف منه، لكن الله ما بتخاف منه، الله في بيته تدق ورقة، ممنوع الكلام عن الله سبحانه وتعالى، توحيد ما داير كلام فيه في بيت الله. شوفوا يا جماعة الزول الصادق والمؤمن في الكرب يتذكر الله سبحانه وتعالى، أما الزول المخرف والزول عقيدته منحرفة لما تجي الكرب بنادي شيوخه، يا مكاشفي يا كباشي يا صايم، دي مكاشفي مات، الناس ديل والله غريبين مرة واحدة، وزول مات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، زول مات إذا بتنادي كيف هو الحي، إن ناديته في كربة إلا يكون عنده خبرة بها ذاته، والله زي لو في عمارة ميلت بتنادي لها زول بتاع خدار ولا مهندس يعني شقت يجيب لك لا حاجة عاملة كذي وحديد كيف وجازف لك شوية شوية طلع لك السيخ تستفيد منه، تجيب لك زول يجاوبك كساي، انت جات كربة تنادي زول ميت يا فلان الحقنا ويا فلان افزع، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله الذي لا إله غيره الذي يدعو الله مشرك مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، تعبان تلقاه عطشان في رمضان، تلقاه في الصلاة قدام وكذا وقبل الصبح يجي بساعة وعقيدته في ميت، تعبان زايد مش نوم يا زول، تمتع بكفرك قليلا في داية، أسلم لله سبحانه وتعالى، الكلام هذا نحن خايفين عليك، أسلم لربك سبحانه وتعالى، دعاء عبادة صلاة، انت عايز بتاخد شيخ تصلي له يقول لك لا لا دي عبادة يا أخي، بتصوم له وتقول صمت لشيخي فلان تقربا له يقول لك لا لا، طيب الدعاء ده ما عبادة؟ والدعاء انت مركته من العبادة بشو؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دي عبادة تديها للشيخ ليه؟ انت ما بتصلي للشيخ تدعو ليه؟ الشيء اللي خلاك ما تصلي له مفروض يخليك ما تدعو بالراحة كده، زعلان مننا وهابية وكذا واقتل الوهابي قبل الدابي، خلي الدابي وخلي الوهابي حل مشكلتك اول جيتك، معقول يا اخي؟ عشان كذا انا والله القيامه دي نسال الله بس يقومها، والله يا صله بتقوم ناس يتنجم وتشوفهم بعدين، انا ما معروف غايته دربنا بعدين نخش جنه ولا نار، نسال الله الرحمه، لكن غايته ده ان نشوف اللي بيتنجموا ديل، ناس بيصدوا عن الدعوه بيصدوا وناس اعداء لله سبحانه وتعالى، نسال الله العافيه. سؤال يا اخي مكسر اغلبيتهم كبار في السن، معاش يعني ده ذاته الدو المعاج ذاته
ما في طريقة، ما عنده صلاحية بعد ده يشتغل في البلد ولا كذا ولا كذا. كبر ذاته، جاء المسجد بدل يقعد مؤدب ويمسك له مصحف ويسبح ويتنفل ويستغفر ويناصر الدين، تلقى في بيت الله ساوي زعج، عمك كبير رطوبة يعني يدلم بالليل وبالنهار يألم فينا نحن في الجامع. أسأل الله يزيد رطوبتهم، كان يقعدوا في البيت بركبهم دي ما يجونا جوا، قاعدين في المساجد زول تلقى بيه بطاريته يعني في الشارع مظلم عليه، في طريق الله برضه مظلم ما عارف الطريق. فحمزة ده كان يناصر رضي الله عنه، يناصر الدين، وقتل شهيدا رضي الله عنه.